أهلا بكم من جديد والموعد مستمر بفقراته المتنوعة والغنية. والآن مع فقرة الصحة وضيفنا الدكتور حسن كلداري أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات. وموضوعنا اليوم الكرش الكبير عند الرجل أسبابه وكيفية التخلص منه ليصبح أكثر قبولا من النساء. ومنه نبدأ مع دكتور حسن قلدار. نرحب فيك دكتور حسن على وجودك معنا في الاستوديو. ويعني هذا الموضوع جدا مهم، انتشار الكرش في خصوصا في دولة الإمارات بالضبط شيء مش طبيعي. اللي مسوي عملية تغيير مجرى واللي ربط معدة ودايت والناس تبغى حلول سريعه، ما يبغون الرياضه، مع ان الرياضه حتى نبدا نعم. مع تقدم نعم. السن نعم. واحيانا بعد الزواج يكبر كرش الرجل، ما بعرف اذا هو بينبسط بالاكل، بيرتاح على وضعه، شو السبب؟ وهل ترى انه الكرش شيء بشع؟ يمكن في ناس بيحس كرش الواجهه شيء جميل، فشو رايك؟ والله هو تبغين الصراحه صح كلامك من هالناحيه هاي، من ناحيه ان شو اللي يحصل لما الشخص يتزوج، صح انه يمتن. ايه بالفعل اي واحد عنده كرش يقول هذا متزوج يعني ايش ربط الزواج بالكرش؟ لان احنا طريقتنا لو تشوفينها فرضا نظره تاريخيه، الانسان لما اصلا تكون كان قبل لازم يبين قوته، فكان يعني دائما يكون ضعيف قوي وما ادري كذا، بس عشان نوعا ما يعني يجذب يعني الزوجه. لكن خلاص من لما يجذبها بس خلاص بعدين بيقعد هو ساكت، ما يبغي هذا، ما حط بال انه يجذب حد ثاني، فخلاص هني يكبر، فعشان كذي يبتدي يكرش. هو شيء بشع يعني المرأة، ما بعرف كيف في النساء ممكن قد ما يكون مليان هيك وفي كرش بتحس هذا يعني دليل على أشياء كثيرة، أحيانا جيبة مليانة، أحيانا أنه هو عنده هيك حضور بالضبط. في ناس بتشوف أنه نياعة يعني إيه، لما تشوف فرضا المسلسلات يعني عندك شهريار وما أدري كذا قاعد فرضا على هذا ومكرش وحالة حالة والنساء حوالينه. فالرجل كيف ينظر للكرش؟ ما بيحب صح؟ لا والله هو ترى بالضبط على حسب، اذا كان فرضا خصوصا الحين في الدنيا هذه في العمر هاي عندك الاعلام وهالاشياء هذه كلها الموجوده، الشخص لما يشوف عمره زين ويشوف ان عمره انه هو مكرش وتعبان وكذا وهالاشياء هاي يبتدي يحس انه لا انه في شيء غلط، في شيء طيب شو الاسباب يعني انه نتكلم عن التكون؟ هل هو نتيجه لضعف مثلا عضلات الظهر ان الكرش هذا يكبر؟ هل هو عدم الحركه؟ ترى هذا هو يعني، ترى هو يعني وشو اثاره الجانبيه على حياه الانسان؟ زي ترى هذا شيء مهم، ترى السبب الاساسي طبعا هو الكسل وعدم الحركه، وفي نفس الوقت ترى الاسترس يعني نوعا ما التوتر والتفكير خصوصا في العمر هذا في الدنيا هذه، الشخص لما يفكر بزياده تفرز ماده الكورتيزول زين مثل هرمون معين، يعني حتى نفسيا ممكن يؤدي الى الماده هذه نوعا ما تكبر توزع الدهون وتخليها تزيد اصلا في منطقه الكرش. اوكي شو مخاطرها على الرجل؟ مخاطرها هي مخاطر كبيره بعد هاي ترى معروفه، يسمونها احنا نسميها سنترال اوبيسيتي، معناتها ان التكون في منطقه التكون المركزي. نعم هاي تزيد طبعا من حالات يعني السكتات القلبيه والجلطات والاشياء هذه كلها تزيد مع هل تنعكس على حياته الجنسيه حتى المتزوجين على اساس اللي بيتزوج يقول كان عندي كرش، فهذه اكيد لها اثار ايضا. هو ترى هو صح كلامه من هالناحيه، هذا هرمون الذكور التستوستيرون ترى زياده الشحم في الجسم يخليه يتحول لهرمون الانوثه اللي هو الاستروجين، فعشان شيء تحس كثير من الناس اللي مكرشين شويه نوعا ما ترى حتى بعد يعني منطقه الثدي شويه منطقه الصدر تحس انه شويه متكونه شويه معاهم تكون مترهله بعد من الرياض، فيأثر حتى على حياته الخاصه. اي نعم جدا نعم. هذه ايضا انا يعني موضوع العمليات، ليش نحن في الخليج خصوصا وفي الامارات، يمكن قريت خبر عن انه من اكثر الدول اللي تعمل عمليات على اساس التخلص من موضوع الكرش عمليات ممكن الواحد يستغني عنها بالرياضه، لكن هني في نوع من الكسل حتى في موضوع التخلص من هذا الكرش. هو لا شك انه الكرش لما يصير ما شاء الله كرش حامل يعني صعب التخلص منه فقط بممارسه الرياضه، لازم حميه غذائيه، لازم تمارين قاسيه ومتكرره، ولو بنوقفها ونبطل حترجع الكرش تبين. يعني بفهم التجاء احيانا لما يكون صار وقت خلاص يعني الواحد منتبه من الاول، ممكن بعد سن 40 مثلا صراحة اعتقد او في اواخر الثلاثينات، هو لايف ستايل يمكن من الاول واحد ينتبه. اذا الشخص كان معود نفسه فرضا انه يمشي على حميه معينه وفي نفس الوقت انه يلعب رياضه ويحس ترى مفعول الرياضه على نفسيته زين يبتدي بعدين ويشوف الفرق، ترى هو اهم شيء ترى عند الرجال ترى انه يشوف الفرق، ترى هذا احنا نسميه البوزيتيف فيدباك يعني التاثير الايجابي، فلما هو يشوف نفسه وفي نفس الوقت يعني تفكيره يتغير فبيحس انه يعني نوعا ما ان الرياضه هذه فادته، فانه مو بس انه حق شكله في نفس الوقت حق صحته، فنوعا ما بيتشجع هو بزياده ويكمل.
لكن ترى احنا شنو المشكله عندنا هنا؟ المشكله انه فرضا اذا ما شاف فرضا نبغى حلول سريعه مثل ما انت قلت، يبغى فرضا الشخص انه يقعد هو فرضا في البيت ياس يطالع تلفزيون وياس ياكل له المجبوس هذا زين، وفي نفس الوقت في مكنه يمكن عم تعمل هيك عم ضعف هالشحوم، احنا بنتمنى انه نكون عم ناكل هالشيء عم نحضر تي في وفي مكنه هي مهتمه بالشحوم وبالكرش، بس هو صعب هالشيء مستحيل يعني، حتى ما نكذب نكون عم بنضحك على المشاهد يعني. لا امس كانت فرح تتكلم عن موضوع البدانه وانتشارها في امريكا، الشعب الامريكي فيه بنسبه بدانه مرتفعه يعني، والسبب العادات الغذائيه الخاطئه. طيب الحين لو نبغى ننصح المشاهدين شو الاشياء اللي المفروض يتجنبها واللي يمكن يكون لها دور كبير في تكوين الكرش لدى الرجل او بشكل عام لدى الانسان؟ هو اهم شيء ان اول ما يصبح الشخص لازم يتريق، لازم ياكل له وجبه الفطار، هذه لازم ياكلها. هذه اساسيه احنا ناسين هالشيء هذا، لكن اهم شيء انه لازم كبير في تقليل من عمليه الكرش الافطار، لان كثير ناس عندنا يهملون الافطار هي لا، لان اذا اكل يؤدي لزياده الوزن. نعم. حتى بعض الناس شو يقولون؟ يقول لك ان اكل وجبه الافطار كملك زين وتعشى كفقير، صحيح. يعني حتى العشاء عشاك يكون خفيف. نحن العكس، اغلب الشباب الحين يطلب اخر الليل من الكافيتيريا سندويتشات ويضرب بالخمس ويرقد وماكدونالدز مثل ما ذكرت هبة. يعني معروفة يعني أن العشاء هي الوجبة الرئيسية أصبحت في الآونة الأخيرة لدى كثير من الشباب. وفي نفس الوقت تعرف أنا بقول لك ليش؟ لأن المشكلة أنه أولا الشخص ما يبغي ينش الصبح، ما يبغي يصحى فترة النهار، أوكي، يبغي يتأخر. وفي نفس الوقت نحب إحنا الجمعة عادة، فرضا في النهار كل واحد يدور شغله وما أدري كذا، صعب نجمع بعد نفس الشيء. لكن عندنا في وقت العشاء كل واحد يعني يتجمع في نفس المكان. المشكلة بعد عشان ترى متأخر، ترى أنت لا تتعشى بعد متأخر، حاول تتعشى على قريب الساعة 6:30 7 على ذاك الوقت. الناس تكون بعد عم تسحب النوم. على ذكر العشاء فرح، أنا في صديق عندي كان زميل في العمل، خلال شهر شفته ضعف بطريقة يعني ملفتة للانتباه، مع أنه كان عنده يعاني من موضوع اللي أنت ذكرته موضوع، فسألته قال لي انا ما امارس ولا رياضه ولا شيء. قلت شو سويت؟ قال لي بس ما اتعشى لو بتعشى الساعه 6 بروح. قال لي انا نقصت 5 كيلو خلال شهر بهالشيء بدون ما بس وجبه العشاء كانت خفيفه او ما يتعشى. قال لي بس لا تتعشى خلال شهر يمكن نقص 5 كيلو. اي يعني مهما لعبت رياضه من غير ما مشيت على فرضا حميه غذائيه وهذا مستحيل تنزل، ما بنزل مهما حاولت. فما بيمارسوا رياضه بالليل، فساعتها شو الحل بعد الرياضه؟ ياكلوا شيء ولا يرجعوا مخاورين بدهم ياكلوا؟ صح، لو يقدر يتحمل هالشيء هذا زين، لكن هو بعد الرياضه اذا لو يقدر ياكل له فرضا ما ياكل فرضا عشاء يقدر ياكل له فرضا تفاحه ولا ياكل له موز او شغلات ما يكون فيها هذه هي تكون قبل العشاء ولا بعده؟ تفاحه قبل العشاء ولا بعده؟ عرفت هاي النكته انه واحد عطيه حميه تفاحه قبل العشاء ولا بعده؟ مين حيرجع رجال على البيت وعامل رياضه بتقول له تفاحه؟ لا يعني المستعد بياكل حدا شخص قد ما هو بيكون جوعان. بس في دكتوره ملاحظه، نحن لما كنا صغار في المدارس كان الشخص البدين كان يعتبر حالة شاذة. الآن في المدارس الشخص النحيف هو حالة شاذة. نسبة البدانة بين الأطفال انتشرت مؤخرا. وايد وين انتشرت؟ شو الأسباب في نظرك؟ كيف نحن ممكن كآباء وأمهات نعطيهم بعض التيبس والنصائح اللي ممكن تقلل من يعني هذا العملية؟ أنت تذكر عمرك يعني بنفس الجيل إحنا مع بعض. لما كنا صغار من كان يسوي لنا ريوق؟ كانت تجي لنا الوالده تحط لنا ريوق وما ادري كذا وهذا، ناخذ لنا تسوي لنا تعطينا الموزه وهذا، وهي تسوي لنا السندويش واحنا ناخذها معنا. الحين لا، الحين كل واحد يعني الوالده تلاقيها مشغوله، اغلب الزوجات الحين يشتغلن او نايمه الصبح ما تحب تصحى 6 الصبح وخمسة ونص. صح، يمكن تكون نايمه، فيطلع الولد مسكين خلاص هي الخادمه هي اللي مسويت له الاكل هذا، تلاقيه مسويت له مثل تشيكن ناجتس والاشياء هذه المفروض ما ياكلها مش صحيه. هي مو صحيه، يروح المدرسه هناك، والمدرسه هناك عندهم بعد احنا على ايامنا يعني كانت بالكثير كان عندهم مثل عصير شويه ولا شيء، الحين لا صار عندهم همبرجر وبيتزا وما ادري كذا وسوفت درينكس. فاحنا على ايامنا ما كان عندنا بضرب. كان عندنا عصير برتقال كانوا يوزعون، بس هذا وايد علينا كان ذاك الوقت. لكن الحين ترى احنا مش من الاكلات هاي، يمكن نتكلم عن حلول. نعم، حلول وعلاجات ونصائح يمكن. الحلول ترى اول حل لازم نمشي على حميه، على الكرش. نحن بدنا نركز على الكرش على اساس نحن خرجنا عن موضوع الكرش. موضوع كبير هو. لا، هو اهم شيء ان الشخص يمشي على حميه معينه وفي نفس الوقت يمارس الرياضه. طبعا بيوصل مرحله انه مهما سوى مهما كذا انه في بتتم مناطق معينه في مكان الكرش هذا مهما حاول صعب انه يتخلص منها، خصوصا بعد بلوغ سن ال30 او
يعني يمكن كل ما واحد كبر في السن صعب انه يرجع مثل الحين كبرتنا. لا بعدك شباب دكتور ما شاء الله عليك. في المرحله هذه احنا من هنا نقدر احنا نتدخل يعني تدخل طبي جراحي. شو الحلول عندكم انتم بالنسبه؟ ما عاد يعطيك الحلول جعفر مش عم تعطيه فرصه. عندك كثير من الحلول. اول عندك الحلول الجراحيه زين، وعندك الحلول غير جراحيه. الحلول الجراحيه هذا طبعا اللي احنا كنا عارفينها من قبل، هذه اللي كانت موجوده مثل شفط الدهون. عندك المنطقه هاي قالوا والله يا ابو المريض شفط دهونه، قال خلاص روح. لكن الحين طبعا الناس كثير منهم يخافون انه يسوون فرضا هالعمليات هذه، وما في نفس الوقت ترى شفط الدهون تحتاج انه يتم فرضا الشخص يعني ما يشتغل لفتره معينه، فتره مثل يتم فتره نقاهه حوالي على الاقل اسبوع. هلا كدكتور تنصح فيها العمليه ولا هم بس بيخافوا منها؟ هي يعني بننصح فيها ولا بلاها؟ حق بعض الناس مثل هذيك اللي عملت عمليه وصار عندها غيبوبه سنه جميله اظن، لا مش سنه، لا ثانية. حق بعض الناس ننصح فيها، لكن حق كثير من الناس اللي فرضا عندهم بس يعني شو الاسباب ممكن شو اسباب انه ممكن تحصل غيبوبه؟ هل في خطأ من الدكتور؟ مو ما اعتبره خطأ، هو عادة خبير التخدير مثلا يكون، هو عادة التخدير الكامل، بنج الكامل، بنج العام، هو اللي نوعا ما يتعب المريض شويه. في نفس الوقت شفط فرضا دهون كثيره في نفس الجلسه، عادة احنا ما نشفط كثير من يعني بالكثير حوالي 2.5 لتر. في بعض الدكاتره يعني الله يسامحهم يعني يحبون مره واحده، هي انا والله شفطت 20 لتر، والثاني يقول انا شفطت 25، كل واحد يتخقق على كل واحد على الثاني. ويقال ممكن في خطورة أنه يرجع يجمع في أماكن غلط بالجسم ولا لا؟ إذا زاد الوزن ترى أنت لسه تسحبين، ترى الشحوم كيف عبارة عن خلايا، إذا سحبتيها أوكي خلاص مو موجودة، لكن ترى الحين في موجودة في أماكن ثانية. إذا أكل الشخص من غير وعي، أكل مثل ما كان يأكله هو من قبل، طبيعي لأنه ما غير شيء بنمط حياته. فش اللي يحصل الأماكن الثانية الحين الشحوم فيها تخزن يا سلام. طيب وربط المعدة والأمور الثانية بعدها مستعملة بالكرش ولا لا؟ لا بالعكس، ربط المعدة ترى حق كثير من الناس يعني مهما حاولوا مهما سووا ترى صعب انه يضعفون، فيعني نوعا ما ربط المعدة تساعد حق بعض الناس، وخصوصا انه خصوصا ان السمنة ترى تأثر فرضا على السكر وعلى القلب وهالاشياء هذه. فبالعكس يعني شافوا الحين دراسات كثيره ان لما يربطون المعده حتى السكر يختفي عنهم والله. ايه فلما يضعف الشخص يعني تنصح فيه يعني هاي. انت ذكرت الحل الجراحي حق بعض الحالات. ذكرت انت الحل الجراحي اللي هو الشفط، طيب الحل الغير جراحي شو؟ في الحل الغير جراحي ترى الحين باستخدام الليزر، الاشياء هذه طبعا يجي لك المريض يعني يتم فتره معينه في العياده حوالي قريب الساعه جلسه واحده يعني بطريقه معينه في مثل جهاز معين نسوي له اياها كجلسه واحده يتم ساعه واحده والمنطقه اللي احنا نحاول يس نعالجها شو تسوي؟ شو وظيفة هذا الجهاز؟ الجهاز نوعا ما يجي على شكل ما ادري اذا حطوا صورته ولا لا، لكن نوعا ما تحطين على المنطقة هاي في مخارج الهواء قاعدين نشوفها. نعم فهي مثل هذا، فشوف تشوف الهاند بيس اللي هناك الشحم يدخل داخل الهاند بيس هذا اوكي زين، ودرجة الحرارة اللي موجودة داخل ابرد من الدرجة العامة. طيب فتوصل لمرحلة ان شو اللي يصير؟ ترى الخلايا ترى الشحم عبارة عن خلايا. نعم فلما تتجمد تموت. Okay. فحوالي قريب 30-40% من هالخلايا هذه الموجودة داخل الجهاز تموت. طيب كم جلسة محتاج الشخص على اساس؟ عادة اغلب الناس حوالي قريب يمكن 70% منهم يحتاجون جلسة واحدة. يعني معقول كرش تكون هالقد بدها جلسة؟ لا 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 على حسب الحالة. سنتكلم عن الشخص اللي لسه مبلش، لا انه لا يلعب رياضة ومسوي رجيم ووصل لمرحله انه مهما حاول للحين شويه الكرش ترهل، يعني ترهل البطن ولا مو بس ترهل، لانه في منطقه يعني شويه كرش، هي شويه كرش، احنا عم نحكي كلنا عن الكرش شويه كرش، لا الكرش الكبيره هذه تحتاج راحه اوكي هذا مستحيل الجهاز يتعب. بس هذا هل لها سايد افكت مثلا هذا الجهاز في حاله اني انا استعملته ممكن الكرش ترجع مره ثانيه؟ لا ترى ما ترجع خلاص، هي من لما تتخلص انت بعدين من مثل ما قلت لك الخلايا من تتخلص منها بس خلاص ما ترجع. طيب الجماعه في الجاليري مكرشين يبغون يسالون كم سعر الجلسه؟ مكرشين حلو، هو على حسب المنطقه لكن عاده تراوح بين ال 5 ل 7000 حق الجلسه. 5000 درهم من 5000 درهم ل 7000 لكن على حسب المنطقه اللي استعالج. وكم مده الجلسه؟ ساعه من الوقت. جميل. شو يعني ما مش بحاجة أنت جعفر؟ يعني فيها ألم بتتوجع؟ لا 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 ما يعني في البداية طبعا شيء جديد لأن مثل إحساس بارد. أنت كدكتور صراحة تنصح فيها لأي عمر ولا أي يعني في عمر يعني محدد، أو إنه يعني في شباب ما يحتاج لهذا الجهاز وقلت تسوي رياضة واتعب شوي أفضل منك تستعمل الجهاز؟ صح هذا صح ولا صح؟
لكن أنا... يعني عادة يعني بالشخص لما يكون عمره فرضا فوق 25 قريب 30 لين فرضا حوالي قريب 50. يعني شوف أنا بدي أشكرك دكتور حسن كالداري على كل هالنصايح والأشياء الحلوة، رفقتك كانت ممتعة وحضورك محبوب جداً.